بسم الله الرحمن الرحيم. جملة لو انت قلتها مع عسكري الصباح والمساء هقول لكم ليه تقول ليه نقولها قياسا بالدليل تضمن الفردوس الاعلى باذن الله. من اذكار الصباح والمساء او من اهم اذكار الصباح والمساء ان انت تقول اللهم اني اسالك الجنه، اللهم اني اسالك الجنه، اللهم اني اسالك الجنه، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. فربنا فالجنه بتتكلم، تقول يا رب اللهم ادخله الجنه. بعد ما تقول اللهم اني اسالك الجنه الفردوس الاعلى، ما هي حته من الجنه، قول اللهم اني اسالك الفردوس الاعلى من الجنه بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اني اسالك الفردوس الاعلى من الجنه بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اني اسالك الفردوس الاعلى من الجنه بلا حساب ولا سابقة عذاب 3 مرات. ليه؟ شوف ابن القيم بيقول لك ايه. ابن القيم بيقول اذا رايت الرجل يكثر من الدعاء اللهم اني اسالك الفردوس الاعلى فاعلم انه من اهلها. ليه؟ لان العلماء قالوا من الهم الدعاء الهم الاجابه. ربنا لما يكون عايز يديك حاجه يلهمك كثره الدعاء بالشيء ده. ربنا بيقول ادعوني استجب لكم، مجرد بدل ما انت بتاكل حلال ورفعت ايدك وطلبت من ربنا لازم ربنا يديك، الا كنت بتطلب حاجه مش من مصلحتك فيها مهلكه ليك. لكن انت بتطلب حاجه للاخره، انت بتقول يا رب اديني الفردوس الاعلى. زي في حديث عظيم جدا، اثنان في اثنين تساوت حسناتهم، وادخل احدهما الفردوس الاعلى وحرم الاخر. فقال يا رب ادخلت اخي هذا الفردوس الاعلى وحرمتني ومنعتني. قال له انك كنت تدعوني في الدنيا ان اعتقك من النار فأعطيتك ما سألت، وهو كان يسألني الفردوس الأعلى فأعطيته ما سأل. شوف الفرق، مع ان الاثنين حسناتهم زي بعض. شوف الدعاء بيعمل ايه. فلو انت بقى لذلك قياسا على سؤالك لا. وبعدين في دليل تاني من الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها أعلى الجنة وأوسطها، فإنها أعلى الجنة وأوسطها، في انها اعلى جنه اوسطها، ومنها تخرج انهار الجنه او تنفجر انهار الجنه 4. ف هو الرسول قال لنا كده. لما تساله كده يبقى لما تيجي تقول اللهم اني اسالك الجنه قل اللهم اني اسالك الفردوس الاعلى من الجنه، لان هو الرسول قال لنا لما تيجي تسال الجنه اسال الفردوس اسال اسال اسال, اسأل الفردوس الاعلى. فطالتك تتكلم الفردوس الاعلى تقول اللهم ادخله الجنه، وتبقى انت من المكثرين لك ورد ثابت كل يوم صباحا ومساء من الفردوس الاعلى، فتكون من اهلها ان شاء الله. شوف بس يا ريت كلنا نواظب على الجمله ديت مع اذكار الصباح والمساء، لان الطلب الصريح والاكثار منه قال عليه الصلاه والسلام في الحديث ان الله تعالى يحب العبد اللحوح الذي يلح في المساله. فوري ربنا ان انت نفسك في الفردوس الاعلى واجعلها وردا ثابتا. ممكن تقول كمان جمله ثانيه عظيمه جدا، اللهم اني استودعتك مقعدي في الفردوس الاعلى فاحفظه لي الى يوم القيامه بلا حساب ولا سابقه عذاب، فاحفظه لي الى يوم القيامه بما تحفظ به عبادك الصالحين. طب ليه؟ لان قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من سال الله الفردوس، من سال ان الله تعالى اذا استودع شيئا حفظه. فلما انت تقول اللهم اني استودعتك مقعدي في الفردوس الاعلى فاحفظه لي الى يوم القيامه بما تحفظ به عبادك الصالحين، وربنا يحفظه لك، لان انت استودعت ربنا سبحانه وتعالى. شوف الاستودع بيعمل ايه. لذلك في احد الصالحين ايام عمر بن الخطاب كانت مراته حامل وسافر وقال اللهم اني استودعك الجنين في بطن زوجتي، ما قالش استودعك زوجتي. فرجع لقى بطن مراته ماتت، افتكر انه استودع الجنين، راح القبر فتح القبر لقى الجنين حي. شوف الاستودع بيعمل ايه. فيا ريت الجملتين دول يكونوا وردا ثابتا كل يوم مع اذكار الصباح والمساء. اقول قولي هذا، استغفر الله لكم.